طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وصلنا لايه؟ هنبدا يا شباب. طيب احنا دلوقتي خدنا الادويه التي تستعمل في علاج الاي بي دي. ايه الادويه اللي بتستعمل لعلاج الاي بي دي؟ احنا خدنا اول حاجه الايه، السلفاسلازين، ثاني حاجه 5-امينوساليسيليت، ثالث حاجه الكورتيكوسترويد، رابع حاجه قلنا في الاميون سبريسنت. الاميون سبريسنت اول حاجه فكرنا فيها يا دكتور، قلنا في عندي ثلاث ادويه اللي هي 6 ام بي، اللي هي ميركابتوبيورين، واخدنا الازا ثايوبرين، واخدنا كمان الميثوتريكس. قلنا شويه معلومات عنهم، وقلنا الميثوتريكس لا يستعمل الا في حاله السي دي اللي هي الكرونز ديزيز. تمام كده. بعد كده هناخد بقيه الايه، الاميون سبريسنت. مش احنا خدنا الاميونو سبريسنت عباره عن تو كاتيجوري. اول كاتيجوري اللي منه الثلاث ادويه دول، الميثوتريكسيت والازا ثايوبرين وال6 ام بي، صح كده. تاني مجموعه الدي ان اف الفا انتاجونست. ايه الدي ان اف الفا انتاجونست دي يا دكتور؟ اللي هي عباره عن الانفليكسيماب، اللي هي الادويه البيولوجيه كلها، الانفليكسيماب والادالي ماب والدواء رقم 3 السيرتو زولي ماب والنتازة لو ماب واخرها واحد الجولي مو ماب. معلش، يبقى أنا عندي دلوقتي الأدوية اللي هي البيولوجية اللي هي TNF alpha factor antagonist، اللي هي عبارة عن إيه؟ tumor necrosis factor antagonist. تمام كده؟ الأدوية دي بتعمل لي إيه يا شباب؟ بتعمل لي حاجتين، هي immunosuppressant وبتشيل الانفلاميشن. يهمني عن أي دواء أكون عارفه هل هو بيستخدم في حالة الإندكشن ولا في حالة المينتيننس، زائد والأهم هل الدواء ده بيستخدم في حاله الالسريتيف كولايتس ولا الكرونز ديزيز ولا الاثنين مع بعض. ما الحاجات ديت كلها احنا لازم نعرفها عن اي دواء احنا بنستخدمه، صح ولا لا؟ اول حاجه التي ان اف الفا انتاجونست عباره عن ايه؟ خمس ادويه، الانفليكسيماب، اداليموماب، السيرتوزوليماب، والناتازوليماب، والجوليموماب. تمام كده؟ كل عائله الماب ديت هنبدا اللي احنا نستخدمها، اللي هم الخمس ادويه دول. اول دواء هنبدا بيه اللي هو الانفليكسيماب. الانفليكسيماب ده يا شباب من الادويه اللي بتستخدم احيانا، بس هي ضعيفه شويه في حته الاندكشن، ولكن الاساس عندي اللي هي في المينتيننس. تمام كده؟ ولكن بيستخدم في حاله اليو سي والسي دي، في حاله الالسريتيف كولايتس وفي حاله الكرونز ديزيز. تمام كده؟ فضل دكتور كل. مش عارف برضه يعني ايه الانجكشن كله. لسه هنقول. تمام كده. عادي بقى خلاص. تمام كده. عايز طبعا اطلعهم لساني عشان ايه، لا انا فاهم معايا. طيب يبقى انا اول حاجه ايه، الانفليكسي ماب ده بنبدا نتكلم عنه. قلنا الانفليكسي ماب ده بيستخدم في الاثنين، الالتريتيف كولايتس والكرونز ديزيز. ماشي. الاساس عندي اللي هو في عمليه المينتيننس، والاساس عندي اللي هو في الاثنين بيستخدم، والاساس عندي اللي انا ممكن استخدمه في حاله الاندكشن في حاله السيفير قوي لو الحاجات الثانيه ما نفعتش، ولكن هو مش اساس في الاندكشن. تمام كده لغايه كده الامور واضحه. الانفليكسي ماب ده هو انفيوجن اونلي، بنستخدمه عن طريق الايه، انفيوجن اونلي، وفيري فيري اكسبنسيف، عشان كده مش مستخدمه غير في حالات السيفير. زائد والاهم اللي بيبدا يعمل لي اثار جانبيه خطيره جدا جدا. اول حاجه اثار جانبيه ممكن يحصل عندي سنسيتيفيتي نتيجه الانفيوجن، يعني انت نتيجه الانفيوجن ممكن يحصل عندي هايبر سنسيتيفيتي وراش وحاجات من دي. فقال لك في الحاله ديت قبل استعمال الانفليكسيماب استعمل الباراسيتامول او الانتي هيستامينك. تمام كده؟ عشان ما يعملش الايه؟ حته السنسيتيفيتي اللي هي ناتجه عن الانفيوجن. وفي حته ثانيه ممكن تيجي في الامتحان، اللي هي delayed hypersensitivity. delayed hypersensitivity بمعنى ايه؟ اللي هو ممكن يعمل لي sensitivity بعد 10 ايام او 12 يوم من استعمال الجرعه. تمام كده؟ يعني هو واخد جرعه الانفليكسيماب من 10 ايام ويجي يقول لك والله يا دكتور ده النهارده ظهر عليه حساسيه، هل الحساسيه ديت ناتجه عن الانفليكسيماب ولا لا؟ اقول له والله ميبي تكون ناتجه عن الانفليكسيماب، لان الانفليكسيماب بيعمل لي ايه؟ delayed hypersensitivity. والنقط دي يا جماعه نقط مهمه. تمام كده؟ بيبدا يعمل لي delayed sensitivity.
مجموعه ادويه الاميون سابريسنت بتبدا تعمل لي حاجه خطيره جدا 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 جدا، خاصه الادويه البيولوجيه اللي هي تي ان اف الفا انتاجونست. تبدا تعمل لي ايه؟ تبدا تعمل لي حاجه اسمها انفكشن. يعني ايه انفكشن؟ مش هي اللي بتعمل لي انفكشن، ولكن اميون سابريسنت يعني ايه؟ يعني بتقلل لي مناعه الجسم، وبالتالي بتعرض الجسم لحاجتين، يا اما بتعرضه لاي انفكشن حتى لو قليله جدا جدا تبدا تظهر عنده وتبدا تعمل لي انفكشن شديده جدا حتى لو شويه برد. تاني حاجه لو هو عنده اصلا ليتنت انفكشن، مش في فيروسات عندنا موجوده في جسمنا بس هي ليتنت، تمام كده، نتيجه الاميون سيستم مسيطر عليها وفانجاي وحاجات من دي، وبالتالي استخدام الاميون سابريسنت من مجموعه التي ان اف الفا انتاجونست هيبدا يحصل ايه؟ ان الليتنت ديت تبدا ايه؟ تنشط تاني وتبدا تعمل لي العدوى تاني، زي مثلا واحد عنده هيباتيتس بي مثلا كارير، صح كده؟ زي ما اتكلمنا في هيباتيتس بي، هيباتيتس بي مثلا كارير، خلاص هو عنده الفيروس بس خامل. هنا استخدام الاميون سابريسنت على طول الفيروس هيتحول لايه؟ لنشط، وهتبقى ايه؟ مشكله كبيره جدا 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 جدا. عشان كده الادويه ديت ما تستخدمش في حالات الاكتيف ديزيز، ما تستخدمش في حالات الايه؟ الاكتيف ديزيز. لان لو انا مثلا واحد عنده تيوبركلوسيس مثلا تي بي وجاي يستخدم الادويه ديت، ده انا هخلي التي بي يدمر الجسم، لان الادويه دي شغاله مع اي عدوى ضد الجسم اصلا، لان هي اميون سابريسنت، صح كده؟ وبالتالي لا يفضل استخدام الادويه ديت لو هو معاه اي انفكشن موجوده حاليا دلوقتي، لا تفضل ايه استعمال. يعني ايه هو اصلا ليه تيوبركلوسيس؟ يعني ايه ادويه حيويه؟ الاول ادويه حيويه يعني بيبقى مصدرها غير النباتات وغير البكتيريا. مش احنا عندنا هي الادويه ديت يا اما صناعيه يا اما بتيجي منين؟ الصناعيه منين ديت؟ يا اما طبيعيه. الطبيعيه ديت اللي هي بتيجي ناتشرال، اللي هي مثلا قلنا والله النبات الفلاني ده هو طلع لنا الايه الدواء الفلاني، تمام كده. الدواء ده ممكن احنا نغير في شكله، نحط عليه مجموعه ميثايل، نحط عليه ثايل، اي حاجه من ديت، خلاص تحول من ناتشرال الى سينثيتك. او السينثيتك ده ممكن نجيبه منين؟ إيه؟ بكتيريا نخليها تصنع لنا الحاجات ديت وفانجاي وحاجات من دي. في حاجات من المستغرقه كده، تمام كده. دي حاجه ادويه بيولوجيه بمعنى اللي هي شبيهه بجسم الانسان، زي ما بنسميها مونوكلونال انتيبوديز، بمعنى اللي فيه ادويه هنيجي مثلا ناخدها مثلا من الخنازير مثلا او الفئران او فهي شبيهه ديت حاجات حيويه، تمام كده. فاحنا بناخدها من الانسان مثلا، بناخدها من الفئران او الخنازير، او يبقى هي مصدر حيواني، تمام كده. فهنا بنسميها ادويه بيولوجيه، تمام كده. فالحاجات ديت احنا بنستخرجها اصلا جزء منها من الانسان وجزء منها من الفئران والخنازير والحاجات دي، تمام. فديت عشان كده الانفليكسيماب هو مش كامل من الانسان، يعني احنا مش بنستخرجه كدواء كامل من الانسان، تمام كده. فعشان كده طبعا هو بيستخرج يا جماعه، بنعمله تحوير كماده اساسيه، السيكونس والبيز لاين بتاعته مستخرج اساسه من الانسان مش من النبات، تمام كده. زي اي حاجه، اي دواء بنستخرجه من النبات بيعمل تحوير، تمام كده. الدواء هنا عشان كده الجسم ساعات مثلا الانسولين مثلا، مش احنا خدنا انسولين قبل كده قلنا والله ده الانسولين ده حيواني بناخده من الخنازير والانسولين ده مش عارف ايه، صح كده؟ مش فاكرين القصه ديت؟ كنا الانسولين اللي بناخده من الخنازير كان بيعمل لي هايبر سنسيتيفيتي، ليه؟ نتيجه ان الجسم بيتعامل معاه كانه حاجه غير طبيعيه، غير الانسولين الانساني مثلا، تمام كده. فبيبدا يكون له انتيبوديز، تمام كده. فانا عندي الانفليكسيماب من الحاجات اللي احنا ما نقدرش نقول عليها فولي هيومونايز انتيبوديز، ولكن انتيبوديز تم ولكن انتيبوديز استخرجت منين؟ من حاجه غير الانسان. وبالتالي اما تيجي تدخل لجسم الانسان لازم هتعمل لي سنسيتيفيتي، او هيبدا الجسم يكون لها انتيبوديز عشان يكسرها، تمام كده. فالفليكسيماب ده يا جماعه من الحاجات اللي ممكن الجسم يكون لها انتيبوديز. احنا دخلنا في قصه ثانيه خالص، تمام كده. يبقى اول حاجه الانفليكسيماب من الحاجات اللي هي بتعمل لي انفيوجن سيمتومز، بتعمل لي انفكشن، بيعمل لي ديليت هايبر سنسيتيفيتي، صح كده. رابع حاجه اللي هو بيبدا يأثر على القلب،
ويبدا لو مريض عنده اتش اف هارت فيلير وهنبقى نشرحه بالتفصيل الممل طبعا الهارت فيلير. لو مريض عنده الهارت فيلير فكونترا انديكيتد استخدام الانفليكسيماب لو هو هارت فيلير ستيج 3 وعرفها دلوقتي ستيج 3 لغايه ما نيجي الهارت فيلير هنبقى نعرفه. يبقى كونترا انديكيتد استعمال الانفليكسيماب في حاله هارت فيلير ستيج 3 ولكن ستيج 1 و2 ممكن بس بكوشن معين. طبعا بيأثر على الكبد ويعمل له هيباتايتس. طبعا بيعمل الليمفوما هو سرطان الدم يا جماعه خاصه لو تم اضافته الى السته من الكابتوبيورين او الازا ثايوبرين. لغايه كده الامور واضحه تمام كده. طيب حلو قوي. خلوا بالكم من حاجه, الادويه البيولوجيه مش الانفليكسيماب بس اللي بيعمل كده, كل الادويه البيولوجيه بتعمل كده, كلها بتعمل كده. يبقى انا اللي يهمني من الانفليكسيماب الاتي بيستخدم للاندكشن والمينتيننس ولكن هو الافضل في المينتيننس صح كده. تاني حاجه اللي هو بيعمل لي شويه بيعمل لي ديلي سنسيتيفيتي. تالت حاجه اللي هو ممنوع استخدامه للهارت فيلير صح كده, وبيعمل لي هيباتايتس وي وي وي. كل الحاجات دي اسمها ناش دعوه بيها. الجرعه بتاعته هقولها لك عشان حاجه معينه. ايه الجرعه بتاعته؟ ان احنا بنستخدم 5 مللي جرام لكل كيلو جرام النهارده وبعد اسبوعين وبعد 6 اسابيع. ده في حاله الاندكشن. يبقى انا بديله ايه وزنه مثلا 100 كيلو تمام كده, بديله 5 مللي جرام لكل كيلو جرام يعني 500 مللي جرام صح كده. هو 100 كيلو 500 مللي جرام هديهم له النهارده, والجرعه الثانيه بعد اسبوعين, والجرعه الثالثه بعد 6 اسابيع من البيزلاين يعني بعد 4 اسابيع من الجرعه الثانيه. يبقى انا دلوقتي بشوف هو بالوزن يا جماعه جرعه 5 مللي جرام لكل كيلو جرام اديها له امتى؟ دلوقتي. وبعد اسبوعين جرعه كمان, يبقى اعطيه جرعه واحده دلوقتي, ثم بعد اسبوعين اعطيته جرعه, ثم بعد 6 اسابيع من البيز لاين اعطيته واحده يعني بعد 4 اسابيع من الجرعه الثانيه اعطيته جرعه. ده اللي هو الاندكشن عشان يشيل السيمبتومز بتاعه الايه الاندكشن سيمبتومز. ثم لو انا همشيه عليه مينتيننس ببدا اديله ايه كل 8 اسابيع جرعه, كل 8 اسابيع جرعه, وده انفيوجن يا جماعه كل 8 اسابيع جرعه لغايه كده زي الفل. هو انا ليه بقول له جرعه؟ عشان بيقول لك بعض الناس بيحصل لها توليرانس من الانفليكسيماب يعني ممكن بعد فتره ال 5 مللي جرام ما يجيبوش معانا نتيجه, فبنضطر نعمل ايه؟ يقول لك اديله 10 مللي جرام لكل كيلو جرام بيردوس تمام كده؟ يعني لو الخمسه لو جالي في الكيس بيقول لك والله ال 5 مللي جرام لكل كيلو جرام بيديني نتيجه بس مش الفول ريسبونس, بس لازم يقول لي بيديك نتيجه عشان هنا يبقى عندك اوبشن اللي انت ما تغيرش, هنا عشان يقول لك اوبشن اللي انت تزود الجرعه. ولكن في فرق اما يقول لي والله احنا استخدمنا 5 مللي جرام لكل كيلو جرام وما عطانيش نتيجه, يبقى في الحاله ديت لازم تدور على دواء ثاني. ولكن لو قال لك والله يا دكتور ده عطاك نتيجه ولكن النتيجه مش فول ريسبونس, قول له مفيش مشكله لان ده شيء طبيعي ممكن يحصل مع الناس اللي بتاخد الفليكس ماب, فهنا ممكن ازود الجرعه الى 10 مللي جرام لكل كيلو جرام تمام كده. ولكن في اي حاله من حالات الهارت فيلر سواء ستيج 1 او 2 او غيره ممنوع استخدام ال 10 مللي جرام لكل كيلو جرام طبعا, والخمسه ممنوعه من اول ستيج 3 تمام كده. بس في المينتيننس تمام كده لغايه كده يا جماعه الامور واضحه. طيب كويس قوي, نخش على الدواء الثاني اللي هو الادالي موماب. الادالي من الادويه اللي بتستخدم في الاثنين التريتيف والكرونز زيه زي الانفليكسيماب تمام كده. والدواء ده بيستخدم في الاندكشن والمينتيننس زي الفل يا دكتور, وممكن نوصل لمرحله ريميشن معاه في خلال 4 اسابيع. في خلال 4 اسابيع ممكن ريميشن يعني ايه؟ يعني السيمبتومز راحت وبقى الانسان بقى كويس كانه انسان طبيعي تمام كده. ولكن نفس الاثار الجانبيه اللي عملها الانفليكسيماب هيعملها الادالي تمام كده, نفس الاثار الجانبيه تمام كده. نخش بعد كده على السيرتو. السيرتو بنستخدمه في الالسريتيف كولايتس وبنستخدمه في الكرونز ديزيز, في الاثنين برضه ما عنديش فيه مشكله. بنستخدمه فين؟ في الاثنين تمام كده. ويفضل في عمليه المينتيننس, ممكن نستخدمه في الاندكشن ولكن زي الانفليكسيماب مش مفضل في الاندكشن. نفس الاثار الجانبيه المترتبه فوق هو كمان بيعملها نفس الدوز نفس لا مش لا كل واحد دوز مختلفه بس مش عليكم حفظ تمام كده. النتازه. النتازه من الادويه اللي بتستخدم للكرونز ديزيز اونلي. يبقى النتازه بتستخدم للايه؟ للكرونز ديزيز اونلي. خلي بالكم الميثوتريكسيت كان كرونز ديزيز اونلي, النتازه هنا برضو كرونز ديزيز اونلي. النتازه ده لازم تعرف عنه شويه حاجات.
اول حاجه يا دكتور هو بيعمل لي نفس الاثار الجانبيه اللي فوق بجانب، بيأثر جدا على الاميون سيستم بطريقه جامده جدا 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 جدا. عشان كده وجدوا اللي بيظهر معاه عدوى غريبه. ايه العدوى الغريبه اللي بدات تظهر معاه؟ حاجه بنسميها مالتي فوكال لوكو انسيفالوباثي، اللي هي ايه؟ قال لك في فيروسات موجوده عندنا في جسمنا، من ضمنها مجموعه السيتوميجالو فيروس CMV فيروس، السيتوميجالو فيروس. قال لك في حاله استخدام النتازه بيعمل لي سبريشر للجسم عالي جدا 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 جدا، لدرجه ان السي ام في اللي هي السيتوميجالو فيروس بتبدا تنشط، وفي فيروسات من نوعها مش عارف GNF وحاجات من دي بتبدا تنشط. فالفيروسات ديت بتروح تضمد لي المخ، تعمل لي منطقه في المخ اللي يكون اللي هي وايت، يعني منطقه اللي بنسموها المنطقه البيضاء بقى ولا حاجه اللي موجوده في المخ، فبتعمل لي فيها ايه؟ موضوع الايه؟ التيومر اللي موجود عندي في المخ اللي احنا بنسميه مالتي فوكال لوكو انسيفالوباثي، اللي هي عندي في المخ نتيجه الفيروسات ونتيجه النتازه اللي هو بيأثر لي على الجهاز الايه؟ جهاز المناعه. تمام كده؟ ولا يستخدم الا في حاله السي دي. تمام كده؟ تاني معلومه لازم تعرفها عن النتازه، لو النتازه استخدمته لمده 12 اسبوع وما جابش نتيجه بطله في الحقل. والنقطه دي مهمه جدا، لو النتازه استخدمته لمده 12 اسبوع وما جابش نتيجه بطله في الحقل، هو مش هيجيب لك نتيجه. تمام كده؟ تاني معلومه لازم تعرفها على النتازه، هو احنا دخلنا اصلا التي ان اف والازاثيوبرين والحاجات دي دخلناها ليه اصلا؟ عشان في الاساس عشان الانفلاميشن مستجيب مش مستجيب للعلاجات الاوليه، وعشان برضو ان انا امشي على المينتيننس، وعشان اقلل من استخدام الاسترويد عشان ما يحصلش عندي عمليه استرويد ديبندنس. لان احنا قلنا الاسترويد بنستخدمها في حالات الاندكشن اونلي، ما ينفعش ان احنا نمشي عليها المريض. تمام كده؟ وعشان كده لو استخدمنا اي ادويه في المينتيننس شيء طبيعي هنشيل الايه؟ الكورتيكوسترويد. فساعات بنسمي الحاجات ديت استخدامها عشان يعمل لي كورتيكوسترويد سبيرنج، يعني ايه؟ عشان نسحب الكورتيكوسترويد ويفضل المريض ماشي على الادويه دي. تمام كده؟ ها ليه؟ عشان الكورتيكوسترويد من الحاجات اللي بيصل لها اثار جانبيه، اي نعم مش زي الادويه ديت، ولكن عندي مشكله ثانيه. ايه المشكله الثانيه؟ اللي انا بعد فتره هفقد دواء حيوي زي الكورتيكوسترويد، لان احنا بعد فتره بيحصل له ديبندنس، وبعد فتره اصلا بيحتاج جرعات عاليه، وبعد فتره خلاص المريض هيفضل طول عمره ماشي على الايه؟ على الاسترويد. فانا مش عايز افقده، لان الاسترويد من الحاجات الحيويه والمهمه في حاله الاندكشن، هي اسرع حاجه اصلا بتاع عمليه الاندكشن اللي هي بتشتغل بسرعه جدا، فانا مش عايز افقده. فقال لك الاتي: لو النتازه استخدمته ل 12 اسبوع وما جابش نتيجه بطله ما تستخدموش، ولو النتازه استخدمته ومش عارف تسحب من المريض الكورتيكوسترويد لمده 6 شهور في الحاله ديت يبقى بطله برضه. يعني مش جايب نتيجه. تمام كده؟ يبقى في الحاله دي في الحالتين لازم ايه؟ اللي احنا نبطل الايه؟ النتازه، والنتازه بيستخدم للايه؟ للسي دي اونلي. طيب الجولي، الجولي مستخدم في الاي اليو سي اونلي اللي هي ايه؟ الالسريتيف كولايتس اونلي. تمام كده؟ الجولي مستخدم في الالسريتيف كولايتس اونلي، وبيعمل لي نفس الاثار الجانبيه بتاعت الايه؟ اللي فوقه نفسها كلها بيعمل لي الاثار الجانبيه يعني بتاعتي. يعني كورتيزون اسرع حاجه في الاندكشن؟ طبعا. طبعا. طيب على فكره مفيش نت يا محمد. لا في نت حبيبي. انا عايز ايه اللي شغال انت بتطلعها؟ ما هو النت شغال اهو. امال ايه ده؟ يا ريت تاني. ازاي نشخصه، وعرفنا ازاي نقول ده مرحله السيفيرتي بتاعته فين، وعرفنا اللوكيشن بتاعه عن طريق ايه. تمام كده؟ والكولونوسكوبي ممكن من السهل تقول اللوكيشن بتاعه فين لغايه كده. كويس. قلنا الادويه اللي بتستخدم في الاي بي دي عامه عباره عن الاتي: سلفا سلازين، الامينو ساليسيليت، الكورتيكوسترويد، السته من الكابتوبيورين والازاثيوبرين والميثوتريكسيت، وبعد كده الدي ان اف الفا انتاجونست. دي الادويه اللي بتستخدم. مكانها فين ونستخدمها ازاي؟ صلوا على النبي.
هنيجي دلوقتي اول حاجه نعمل مانج للامراض اللي عندي. يبقى احنا عرفنا هل هو كذا ولا كذا، تمام كده. هنبدا ندخل دلوقتي في حاجه اسمها الالتريتيف كولايتس. الالتريتيف كولايتس ديت يا دكتور عندي والله مكان الالتريتيف كولايتس، يعني ايه يا دكتوره سهام؟ مكانها فين؟ في اللارج انتستين. عندي مكانها مكانين، يا اما ديستل يا اما اكستنشن. ديستل ديستل المقصود بها ايه؟ يبقى انا دلوقتي هبدا اقول والله الالتريتيف كولايتس عندي منها نوعين، ها ديستل او اكستنشن. ها ديستل يعني ايه؟ يعني بعيده عن السبلينيك فليكشر، يعني قريبه منين يا دكتور؟ من اول الانس لحد لغايه السيجمويد، تمام كده. ديت بنسميها ديستل. اما اكستنشن معناها ممتد، ممتد بدا يبعد عن منطقه الانس، عشان كده يبعد عن استخدام التوبك، تمام كده. طيب اول حاجه يبقى احنا عرفنا هو ديستل ولا اكستنشن. قل لي والله هل هو يا دكتور ايه الدرجه بتاعته، ايه السيفيريتي بتاعته؟ تمام كده. فاحنا قسمناه الى مايلد مودريت او سيفير. يبقى احنا قسمنا اول حاجه الالسيريتيف كولايتس الى ديستل واكستنشن. لازم تبص على الايه، على السيفيريتي، هل هو مايلد مودريت ولا سيفير، تبع لعدد مرات الايه الستول، تمام كده. طيب هنيجي نعالج بقى دلوقتي المايلد مودريت. المايلد مودريت اما نيجي نعالجها يا دكتور، اول حاجه يهمني في علاج اي مرض اندكشن مينتنس عشان اوصل للريميشن، تمام كده. طيب ده يا دكتور مكانه فين؟ قلنا منطقه مكانه في الديستل، عشان كده يفضل رقم واحد الفيرست لاين التوبيكال. التوبيكال اللي هو على شكل ايه يا دكتور؟ يا اما شكل انما او سابوزيتري، تمام كده. يبقى يفضل على شكل يا اما انما يا اما سابوزيتري. يبقى هنا رقم واحد الاختيار الاول عندي ميثلامين. ها ميثلامين توبيكال، ها توبيكال بقى، تمام كده. طيب ايوه، يبقى انا دلوقتي عاوز دواء اندكشن. من الادويه اللي بتستخدم في الاندكشن؟ استنوا، اول حاجه قلناها التوبيكال هو الفيرست لاين، صح كده. عايز دواء اندكشن. الاندكشن يكون زي ايه؟ الادويه اللي بتستخدم في الاندكشن، عندي الكورتيزون وعندي الصفاسلازين وعندي الخمسه امينو ساليسيليت، صح، مديه الاندكشن. وعندي الادويه الحيويه، ممكن الانفليكسيماب او الادالي او السيرتو، صح كده. مديه الادويه اللي احنا بنستخدمها في الاندكشن، صح. في حاجه تانية، احنا مش بنلجا للانفليكسي او الادالي او السيرتو الا في حاله اما يكون الادويه اللي فوق دي ما نفعتش كلها، تمام كده، لان عشان الاثار الجانبيه بتاعتها. يبقى بالتالي هيكون قدامي ديت مايلد مودريت، يبقى شيء طبيعي هيبقى قدامي ايه؟ يا اما السلفاسلازين او الخمسه امينو ساليسيليت او كورتيكوسترويد، التلاته دولت. طيب مايلد مودريت وديستال، يبقى مفضل على طول عندك توبيكال، على طول توبيكال. طب التوبيكال ايه يا دكتور؟ قال لك استخدم رقم واحد التوبيكال من الميثلامين. ليه الميثلامين؟ لان الخمسه امينو سلسلات اقل في الاثار الجانبيه من السلفاسلازين، تمام كده. فرقم واحد عندك هنستخدمه لايه؟ الميثلامين، تمام كده، على هيئه توبيكال، سواء بقى انما او سافوزيتري، تمام كده. طيب يا دكتور عايز تقول لي التوبيكال افضل من الاورال؟ قول له اه التوبيكال افضل من الاورال. يعني لو جالي في الاختيارات ميثلامين اورال وميثلامين انما او سابوزيتوري، قول له لا الميثلامين اورال، سوري اورال لا يستخدم، بل اللي يستخدم يا اما التوبيكال اللي هي الانما او السابوزيتوري. ممتاز جدا. قال لك لو هي الميثلامين از توبيكال مش جايب نتيجه، ممكن تضيف الكورتيكوسترويد از توبيكال. يبقى از اندكشن، اصل انا بعالج اندكشن دلوقتي، اندكشن دلوقتي هخش بالميثلامين توبيكال بلس على طول الكورتيكوسترويد توبيكال. خلاص خلصت كده. دي اول حاجه. بيطلب مني اندكشن ثيرابي؟ اه ممكن لو في سيمبتومز موجوده، يعني لوحده يا معاه كورتيزون. لا معايا معاه كورتيزون، تمام كده. ولكن الكورتيزون لو في الاندكشن ما عنديش فيه مشكله، هستخدمه في الاندكشن. يبقى انا اول حاجه اهوت الميثلامين توبيكال بلس الكورتيكوسترويد توبيكال، خلاص. طيب يا دكتور عايزك تعرف كذا معلومه. اول معلومه ان الاورال ليس مفضل عن التوبيكال في الحاله دي، ده التوبيكال هو المفضل. المعلومه الثانيه قال لك لو انت عملت كومباينيشن ما بين التوبيكال والاورال من الميثلامين او الخمسه امينو سلسلات، فهذا مفضل عن التوبيكال اونلي من الميثلامين، تمام كده. يبقى التوبيكال مفضل عن الاورال، لو عملت كومباينيشن بينهم ما بين بعض ده مفضل عن اللي انا استخدم توبيكال لوحده او اورال لوحده، تمام كده. يبقى خطط بقى في دماغك. اول حاجه انا استخدمت الميثلامين توبيكال، لو جايب نتيجه خلاص، طب مش جايب نتيجه ممكن اضيف الايه اندكشن الكورتيكوسترويد عندي توبيكال، تمام كده.
جايب لي نتيجه وزي الفل خلاص الله ينور. طيب مش جايب لي نتيجه يا دكتور ببدا ابص للايه للسكند لاين. ايه السكند لاين؟ ممكن اضيف اورال من المسلمين مع توبيكال من المسلمين. يا جماعه ذكري كلمه مسلمين فهو 5 امينو ساليسيليت وهو المفضل في مجموعه الخمسه امينو ساليسيليت. تمام كده؟ تمام كده. يبقى انا ضفت توبيكال من المسلمين مع اورال من المسلمين. ده انا بتكلم على ات اندكشن. طب الحاجات ديت مش جايبه نتيجه، ابدا بقى ادخل لي بالبريدنيزولون. انا بتكلم ات اندكشن، ابدا ادخل لي بالبريدنيزولون. البريدنيزون اورال، البريدنيزون كانت تصل جرعته اقصى حاجه 60 ملي جرام بردي. البريدنيزون بدخل بالبريدنيزون بجرعات عاليه اورال. تمام كده. طب لو مش جايب نتيجه يا دكتور، انا بتكلم اهو يمكن يكون مريض بقى مش جايب نتيجه، انا بتكلم از اندكشن، ابدا بقى ادخل يا دكتور دور لي على الحاجات اللي تستخدم في الاندكشن. هل ناخد السته مركبت بيورين او الاز ثايوبرين؟ قول لي لا، لان الادويه دي بتشتغل بعد 3 الى 15 شهر مش احنا قلنا، وبالتالي هي لا تستخدم في الاندكشن. ولكن ايه اللي يا دكتور؟ ندخل بقى على الفليكسي ماب او الادالي او السيرتو. انتوا يا جماعه شايفين الخطه ماشيه ازاي؟ وده طبعا مع الحالات اللي هي ايه مش مستجيبه، الحالات اخيره اصلا، ولكن في الغالب هو هيستجيب للعلاج الاولاني بتاعي. انا بتكلم فين يا دكتوره ريهام؟ اندكشن. اندكشن اتكلم على الاندكشن. تمام كده؟ طب زي الفل. المريض بتاعي السيمبتومز بتاعته راحت على اي مرحله من المراحل ديت؟ لازم ادور له على دواء يمشي عليه طول عمره، المينتيننس. طيب المينتيننس ده يا دكتور يفضل اللي هو يمشي على توبيكال من الميثلامين. ده المينتيننس. توبيكال؟ توبيكال من الميثلامين. ياخد مثلا اللبوس بنستخدمه 3 مرات في الاسبوع بس، او الانما 3 مرات في الاسبوع بس، وبيفضل ماشي عليه طول عمره. طيب مش جايب نتيجه، اعمل لي اورال مع توبيكال كومباينيشن الاثنين مع بعض زي الفل. طب الكورتيكوستيرويد ينفع في المينتيننس؟ لا، شيل على طول الكورتيكوستيرويد، اندكشن اونلي. تمام كده؟ ها طيب يا دكتور الاورال مع التوبيكال مش جايب لي نتيجه؟ لا الميركابتو والاذاثيوبرين لان هم اقل في الاثار الجانبيه بكتير، بس هم ما ينفعوش في الاندكشن بس ينفعوا في المينتيننس. تمام كده. يبقى انا استخدم اندكشن، الاندكشن قلنا توبيكال بلس توبيكال او توبيكال بلس اورال. لو ما نفعوش ممكن اخش بالبريدنيزولون، ولو ما نفعش ممكن اخش بالانفليكسي ماب او الادالي او السيرتو. قلنا في حاله المينتيننس لا، توبيكال من المسلمين لو مش جايب لي نتيجه فعاله، اورال كومباينيشن مع توبيكال. ولو مش جايب معاك نتيجه ابدا ادخل في الادويه المينتيننس. هل نفضل يا دكتور نفضل التي ان اف على السته من كابتو بيورين والازا ثايوبرين؟ قول له لا، ده بالترتيب لازم السته من كابتو بيورين والازا ثايوبرين قبل استعمال اصلا في الفليكسي ماب، عشان الاثار الجانبيه بتاعتها خطيره جدا. ده المفضل عندي عندي الاول. وعشان كده في المينتيننس ببدا اديله ايه؟ توبيكال من المسلمين. طب مش جايب اديله اورال مسلمين مع توبيكال. طيب مش جايب شيل المسلمين واحط لي يا اما السته مركبته يا اما الازا ثايوبرين. هو الازا ثايوبرين موجود في ايه؟ في الاميوران. وفي الازا ثايوبرين طبعا ميثوتريكسيت بس للكرونز. ليه؟ ميثوتريكسيت للكرونز ديزيز. تمام كده؟ لغايه كده يا جماعه الامور واضحه؟ طيب زي الفل يا دكتور، عرفنا نعالج ألسريتيف كولايتس ديستال. طيب تعالى يا دكتور عالج لي لو سمحت ألسريتيف كولايتس اكستنشن. الاكستنشن مش عندي منها نوعين، سيبك من السيفير دلوقتي، عندي منها نوعين يا اما مايلد مودريت يا اما سيفير، صح كده؟ يا اما مايلد مودريت صح؟ يا اما سيفير صح؟ المايلد مودريت يعني ايه؟ الاستول بتاعي اقل من 6 صح كده؟ اكستنشن يعني ايه؟ يعني خلاص بعد السيجمويد بقت ايه؟ قريبه من الاسبلينك فليكشر او عدت. نعم. هو قال حاجه وانا مش بيضحك عليا بس؟ ماشي يا حاج محمد الله يسامحك يا عم. طيب يبقى انا دلوقتي ايه؟ مايلد مودريت. عرفنا ايه؟ مايلد مودريت. تمام كده؟ طيب في الحاله ديت يا دكتور بنعمل ايه؟ هل ينفع التوبيكال؟ لا ما ينفعش هنا التوبيكال لانه بعيد عن المكان. عشان كده رقم واحد الفيرست لاين يا دكتور لو سمحت هتبدا تدخل بيه الاورال، الاورال مثلازين. تمام كده؟ دخلنا بالاورال مثلازين.
طيب بعد ما دخلنا بالاورر مثلا انا بتكلم احنا عايزين نقسم المرض اندكشن منتين صح كده. انا بتكلم دلوقتي على الاندكشن هندخل بالمثال زي طيب اورال مع ها قال لك كورتيكوسترويد قال لك ممكن تستخدم توبيكال هنا بس في الاندكشن بس لو مش جايب نتيجه ممكن تضيف معاه الاورال كورتيكوسترويد. فالاساس عندي اللي انا هستخدم اورال ميثلامين مع اورال كورتيكوسترويد زي الفل ممتاز جدا. طيب وبعدين يا دكتور لو افرض ما جابش نتيجه احنا بنتكلم في الاندكشن في السلفاسلازين هيجي دور مش هو في الاندكشن ايه في الاندكشن. طب هنا السلفاسلازين مفضل ولا الميثلامين؟ في واحد بيفتح الميثلازين اصلا بيحصل له يضرب ليه مين المفضل الميثلازين ليه عشان تري يضرب لا هي المكان ده العدوى ديت اكستنشن ديت موجوده فين في كل الكولوم ما عدا موجوده في الكولوم. احنا قلنا السلفاسلازين السلفاسلازين ده برودرك بيفتح فين في الكولوم وكل ما يكون الكولوم فيه عدوى كل ما يكون مفعوله اقوى ليه انتوا عارفين اما اخد دواء الدواء ده اكتف كونستيتوينت دواء فلان معين اكتف كونستيتوينت بيبدا يتوزع على طول من اول ما بيدخل في الجسم كله. اما الدواء ده هو قلت لك هيفضل بهيئته ده لغايه ما هيفتح على طول في الكولون في المنطقه ديت يبقى انا حافظت عليه وحافظت على تركيزه وحافظت اللي هو هيديني اكشن في المنطقه ديت صح ولا لا. عشان كده السلفاسلازين مفضل في حاله الاكستنشن من الارثريتيف كولايتس مفضل سلفاسلازين مفضل عن الميثلامين ليه لان سلفاسلازين كانه توبيكال في هيئه اورال مش بيفتح غير في الكولون مش بيفتح غير في الكولون هيفتح مكان العدوى بس. طب ما هو ده كودت ما انت ما بتحصلش على 100% عشان كده بنقول السلفاسلازين مفضل ولكن لو استخدمت الميثلامين ما عندكش مشكله ولكن المفضل عند الفيرست لاين هنا ايه السلفاسلازين وعرفنا ليه مفضل السلفاسلازين في الموضوع ده يا جماعه الامور كده واضحه. يبقى انا دلوقتي ات اندكشن رقم 1 السلفاسلازين ميبي عاوز تستخدم الميثلامين استخدم ولكن رقم 1 لو جالك في الكيس عندك سلفاسلازين استخدم سلفاسلازين بس خلي بالك ممكن يكون عنده سلفا الرجي يبقى هنا الميثلامين خلاص خلاص انت كده غصب عنك تمام كده. طيب ات اندكشن ممكن تضيف اورال كورتيكوسترويد. طب ما جابش معاك نتيجه يا دكتور لو انت مستخدم الميثلامين اورال مع توبكال كورتيكوسترويد قال لك والله ممكن تدخل بجرعات عاليه من الكورتيكوسترويد اورال البريدنيزولون جرعات عاليه. طب مش جاي معاك نتيجه يا دكتور ابدا على الفليكسيماب والادالي والسيرتو خلاص الموضوع يا جماعه نفس الحاجه ولكن البدايه بس هي اللي مختلفه. نيجي بقى للمينتيننس ينفع الكورتيكوسترويد في المينتيننس؟ لا يا دكتور ما ينفعش. هنبدا بايه يا دكتور؟ السلفاسلازين اورال صح كده نحط له كورتيكوسترويد ولا لا كلامك مش مظبوط؟ طب السلفاسلازين مش جايب نتيجه يا دكتور هنا بنفكر في ايه؟ المجموعه اللي بعدها اللي هي السته من كابتوم بيورين او الازا ثايوبرين. هل ننط على الانفليكسيماب؟ لا طبعا لازم الاول نعدي على الثانيه دي. ما عندناش عن الميثلامين؟ الميثلامين طالما السلفا ما جابش نتيجه يبقى الميثلامين مش هيجيب لي نتيجه. الاثنين واحد تمام كده الاثنين واحد في المفعول. يبقى انا جينا في المينتيننس قلنا ايه رقم واحد عندي ايه؟ السلفاسلازين اورال لو مش جايب نتيجه هنفكر في السته من كابتوبيورين او الاذا ثايوبرين وهنا يا جماعه هيبقى اد هنضيف عليه هنضيف على السلفاسلازين. ايوه يبقى احنا هنضيف على السلفاسلازين مش هنشيله هنضيف عليه ايه اد سته من كابتوبيورين اور الاذا ثايوبرين. طيب مش جايب نتيجه يا دكتور شيلهم وحط ادخل بقى بالانفليكسيماب او الادالي او الايه السيرتو ما ينفعش التشين اف ده بس مع الميثلازين هيبقى طبعا خطوره عاليه جدا هينفع بس في حالات ثانيه بس هنا خطوره عاليه لان الاثنين مع بعض بيعملوا لي الليمفوما فانت خلوا بالكم واثار جانبيه كتيره جدا يا جماعه يا جماعه لغايه دلوقتي الامور واضحه. طب دي بضيف سؤال بضيف لو انا عاوز استخدمه لوحده وما جابش وجاب نتيجه خلاص هسيبها على لوحده ولكن هنا الكومباينيشن بيكون افضل لان معنى السلفاسلازين ما جابش نتيجه صعب الستة بيركابتوبيورين او الاذا ثايوبرين برضه لوحده يجيب لي نتيجه فهنا بيقول لك يفضل انت تعمل الكومباينيشن. وبعدين يا جماعه ده في حالات السيفير احنا بنتكلم الفيرست لاين هم دولت اللي على 85% من البيشنت هيمشي عليه تمام كده. طيب احنا قلنا الالسيريتيف كرايتس عندي ديستال وعندي اكستنشن. الديستال عندي منه مايلد مودريت وسيفير والاكستنشن طبيعي عنده مايلد مودريت وسيفير. عرفنا
الالتريتيف كولايتس ديستال مايلد مودريت علاجه ازاي، وعرفنا الالتريتيف كولايتس اكستنشن مايلد مودريت علاجه ازاي. طب لو حاله سيفير، قال لك لو حاله سيفير ما تبصليش مكانه فين، لان دي حاله سيفير والسيفير مش هيتقبل عند القوره صح كده، ومش هينفع ان احنا في حاله سيفير ندي توبك صح كده. فهنفكر في الاي في، احنا دلوقتي عاوزين نعالج المرض اندكشن منتين صح كده. الاندكشن هنفكر في ايه؟ ايوه ممتاز جدا، الكورتيزون اللي على هيئه اي في اللي هم اتنين، الميثايل بريدنيزولون والهيدروكورتيزون. قال لك بنستخدم ده في هيئه اي في او اندكشن من مده من 3 الى 7 سوري من 7 الى 10 ايام، من 7 الى 10 ايام هيدروكورتيزون انجكشن تمام كده. بس قال لك خلي بالك لو الهيدروكورتيزون في اول 3 ايام ما جابش معاك نتيجه نحوله لحاجه اسمها سايكلوسبورين انجكشن. الاعراض بتخف، ايوه الاسهال بيوقف والاعراض بتخف وكل حاجه بتخف، خلاص بعمل كنترول للحال. ايوه لو بعد قد ايه؟ 3 ايام. انا بقول لك اهوت جالك مريض حاله سيفير، سواء بقى سيفير ألسريتيف كولايتس، انا بعالج سيفير ألسريتيف كولايتس. عرفت سيفير يعني ايه؟ يعني اكتر من 6. اول حاجه اندكشن بفكر فيها كورتيكوسترويد على هيئه اي في، بنستخدمه من فتره دي يا دكتور من 7 ل 10 ايام زي الفل، جاب نتيجه من 7 ل 10 جاب نتيجه زي الفل يا دكتور. ابدا بقى للمينتيننس. المينتيننس هيبقى عباره عن ايه يا دكتور؟ هنبدا نفكر بقى في المينتيننس. المينتيننس اللي هو ايه يا دكتور؟ هنفكر في الايه؟ هنفكر في الايه؟ في الميثلازين او السلفاسلازين والحاجات دي تمام كده. بس قال لك هنا هنحط هنا الايه كومباينيشن ما بين ايه الميثلازين او السلفا والسلفا مع السكس ام بي اور الازاثيوبرين، ويمشي عليهم المريض تمام كده. لغايه كده الامور واضحه؟ قال لك او لسه بتكلم في طريق واحد لان في طريق تاني. قال لك او قال لك في حالات السيفير ديت بيكون في ساعات في عندك انفكشن موجود، في عندك انفكشن بكتيريال انفكشن موجود. قال لك ممكن تضيف الايه المترونيدازول، اضيف المترونيدازول عشان البكتيريال انفكشن اللي موجود. ثلاث ادويه اضيف المترونيدازول وممكن اديله السيبروفلوكساسين تمام كده. والمترونيدازول والسيبروفلوكساسين ممكن امشي عليهم المريض كمان في حالات المينتيننس للاسف تمام كده. طب يا دكتور لو انت في حاله الاندكشن من احنا قلنا ايه من 7 ل 10 ايام بنستعمل اللي هي الكورتيزون والهيدروكورتيزون، افرض ما جابش نتيجه. قال لك والله انت مش بتستنى لغايه 7 ايام و10 ايام، قال لك من اول 3 ايام لو ما ظهرش نتيجه يعني الاعراض بدات تخف على المريض على طول بتحوله الى سايكلوسبورين اي في تمام كده. بنحوله الى ايه؟ سايكلوسبورين اي في. الاعراض بدات تخف حوله الى الطريق الثاني بقى، حوله الى سايكلوسبورين اقراص. طب ليه؟ ما هو سايكلوسبورين عباره عن ايه اصلا؟ ايوه هيبقى مينتيننس بعد كده مش عليه، لان هو جاب معاه نتيجه في البدايه يبقى هيبدا مش عليه مينتيننس. ومش بس كده، وتضيف عليه الازاثيوبرين او السته من الكابتوبيورين. يا جماعه احنا بنتكلم على حالات يا جماعه صعبه مش حاله سهله تمام كده. احنا بنتكلم على حاله سيفير والكورتيزون ما جابش معاه نتيجه، بدانا دخلناه على سايكلوسبورين اي في، ثم بعد الاعراض ما راحت حولناه الى سايكلوسبورين اورال بلس الازاثيوبرين يمشي عليهم طول عمره تمام كده. ها لغايه كده الامور واضحه؟ طيب احنا خلصنا كده الالسريتيف كولايتس، خلصناه وخلصنا علاجه تبع المكان وتبع كل حاجه. لغايه كده الامور واضحه يا جماعه؟ هما السيفير يا جماعه بغض النظر، احنا قلنا في حاله السيفير بغض النظر عن المكان العلاج واحد. حالات السيفير في الالسريتيف كولايتس بغض النظر عن المكان. هو ده ممكن يؤدي الكانسر اصلا اللي هو ممكن يعمل كانسر فيما بعد، ممكن يعمل كانسر؟ اه طبعا ممكن. طب انهي افضل اللي هو المورتاليتي الالسريتيف ولا الكرونس؟ والله المورتاليتي انا ما قريتش فيه، بس شيء طبيعي الكرونس لانه داخل لجوه اكتر وبيصيب كل حاجه فاكيد طبعا. طبعا 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 قوي 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 كمان. هو السايكلوسبورين كنا بنستعمله في ايه؟ لما يكون حد زرع عضو جديد. اه اما يكون حد زرع عضو ترانسبلانتيشن تمام كده. وكان بيعمل ايه في الكليتين؟ حاجه
حاجات وحشه ما شاء الله. كان بيعمل لها حاجتين الفانكشنال وحاجه كمان ما عدتش. يا سلام. انا اخر كده دكتور كتر خير يعني. مش احنا قلنا بيعمل تاثير وظيفي وبيعمل كمان مش اي تي ان بيعمل تيبيولر. لا مش نكروسيس الثانيه ما ذكرتهاش. مش احنا قلنا بيأثر على مش احنا خدنا الاي تي ان اكيوت تيبيولر نكروسيس واخدنا الحاله الثانيه اللي هي بيأثر لي على البابيلي وبيأثر على الحاجات ديت والنفرايتس اكيوت تيبيولر نفرايتس. مش احنا خدناها هو بيعمل لي الاثنين واحد دوز الريت الريليتد. واحنا قلنا الموضوع ده بيجي في الامتحان دوز الريليتد اللي هو الوظيفي تمام كده. يبقى انا عرفنا السيفير بنتعامل معاه ازاي. ها السيفير بنتعامل معاه ازاي؟ احنا بنتكلم على الارثيتيف كولايتس بنتعامل مع السيفير بغض النظر عن مكانه فين تمام كده. يبقى السيفير بنتعامل معاه شفت الكومنت. يبقى الكورتيزون عرفنا الكورتيزون بنتعامل امتى وعرفنا السايكلوسبورون بندخل بايه تمام كده. الارثيتيف كولايتس احنا كده خلصنا تمام كده. في لفظ ممكن يقابلك حاجه اسمها بوشايتس. ايوه هو ده بوشايتس. على فكره يعني هم النهارده الكومنتات اللي هتتقال احنا من بكره عاوزين الدكتور انور. احنا اسفين يا انور. بوشايتس هناخد ان شاء الله الساعه كام؟ الساعه 6:30. بوشايتس. البوشايتس دي يعني قال لك احيانا لو حصل عندي الالسريتيف كولايتس بدانا نشيل اللارج انتستين كلها. طب احنا شلناها ما هو افرض في السيفير مثلا ولا السايكلوسبورون جايب نتيجه ولا اي حاجه جايب نتيجه هنعمل ايه؟ هنسيب المريض يموت؟ روح شيل الالسريتيف كولايتس كلها سوري شيل اللارج انتستين كلها تمام كده؟ تمام كده؟ طب انت دلوقتي السمول انتستين هتفضي فين؟ ما انت لازم تلزقها على الريكتم على طول. عمليه اللزق ده اللي مسميها بوشايتس. يبقى احنا وصلنا الايه السمول انتستين بالايه بالريكتم بقى اسمها بوشايتس. قال لك التوصيله ديت على طول بتؤدي الى التهابات. هي اسمها كان اسمها بوش بقى تؤدي الى التهابات. الالتهابات ديت هنسميها ايه؟ بوشايتس تمام كده. وعشان كده البوشايتس ديت بنعالجها ب يا اما انتي بايوتيك ميترندازول اور سيبروفلوكساسين اور كومباينيشن الاثنين مع بعض. طب ودي كرونيك ولا فيه؟ لا مش كرونيك هو خلاص ده حاجه من ضمن الحاجات انت ايه من ممكن اتعرض ليها. ميترندازول سيبروفلوكساسين بوشايتس خلاص. وبدا اللي احنا نعالج الموضوع ده لغايه الانفلاميشن ما بيروح. بعد كده بيبقى المريض عندك ايه زي الفل ما عندكش فيه ايه ما عندكش فيه مشكله تمام كده. طب تعالى نعمل دلوقتي مانج للكرونز ديزيز لغايه كده الامور واضحه. الكرونز ديزيز ديت يا شباب احنا لازم نعرف دلوقتي السيفيريتي بتاعتها صح كده واللوكيشن بتاعها صح كده. مش اتفقنا اللوكيشن والسيفيريتي. الكرونز ديزيز عندي هنقسمها الى كرونز ديزيز هنقسمها الى مايلد تو مودريت و مودريت سيفير و سيفير فولمينانت صح كده. تبع لايه؟ لعدد مرات لستو صح كده. تبع لعدد مرات الدائريه اللي بتحصل لي بردي صح. الكرونز ديزيز لو جبنا اكتر مناطق بيحصل فيها الكرونز ديزيز هو بيحصل في كله في اي مكان، ولكن اكتر مكان بيحصل في منطقه الاليوم اللي هي اخر منطقه 2.5 لوحدها 2.5 متر 3 متر مش حته صغيره هي 3 متر. الاليوم دي منطقه الاليوم دي بس حوالي 3 متر لوحدها والجوجرام حوالي 2.5 يعني السمول انتست ممكن تصل ل 7 متر تمام كده لوحدها. فمنطقه الاليوم ديت حوالي 2.5 متر تمام كده. فديت اكتر المناطق اللي بتتاثر او الغالبيه العظمى من الكرونز ديزيز بيضرب المنطقه دي وبيبقى ايه ديبر يا جماعه تمام كده بيبقى ديب تمام كده. طيب الكرونز ديزيز المنطقه دي بنسميها ايه؟ الاليوم. وطبعا منطقه الاليوم ديت بتكون قريبه من ايه؟ سيكم
من السيكم اللي هي الاسندنج كولون صح كده؟ فهتلاقيها ايه ضربت في المنطقتين مع بعض صح كده؟ الايه بتمتد بتمتد وبتمشي طبعا وبتنتشر تمام كده. طيب عشان كده رقم واحد يا دكتور قال لك حدد له والله تعالى مايلد مودريت هنبدا نعالجها ازاي. اول حاجه مايلد مودريت احنا عايزين اندكشن وعايزين مينتين صح. قال لك الاندكشن يبقى بادويه الاندكشن ايوه. هنبدا نفكر اول حاجه في ايه يا دكتور؟ نبدا نفكر في الاتي. قال لك الميثلامين اورال هنا ينفع توكل في الكرون ديزيز خالص الا لو هي حوالين او اقول لك هي حوالين الانس مثلا ممكن اقول لك ماشي تمام كده على الرغم ان هو لا يفضل كمان في الكرونس ديزيز احنا مش بنفضل التوبكال اصلا تمام كده بنفضل الاورال. فهنا رقم واحد هتقول لي والله الاورال هنا ميثلامين وهنا السلفاسلازين مش هيفضل لان السلفاسلازين هيفضل في حاله الايه السلفاسلازين كرايتس او لو الكرونس ديزيز قال لك هو في قلب الكولون يبقى ساعتها هيفضل لان هو ماسك المنطقه كله ما عندوش مشكله صح كده. يبقى الكرونس ديزيز اول حاجه هنستخدم له اورال اللي هو مثلا الميثلامين. قال لك استخدام الاورال من الميثلامين للاسف الشديد تاثيره او مفعوله في حاله الكرونس ديزيز مينيمال تاثيره ضعيف ويك. قال لك طب هنعمل ايه يا دكتور؟ قال لك بتستخدمه ده فيرست لاين بس لو ما جابش نتيجه قال لك بنفضل قوي البادزونايد خاصه لو العدوى ديت موجوده عندك في الاليوم او في الاسندنج كولون في المنطقه ديت كلها. ليه يا دكتور؟ لان احنا مصنعين البادزونايد اللي هو يفتح في المنطقه ديت وبالتالي طالما فتح في المنطقه ديت يبقى هيعمل لي ايه؟ يشيل الانفلاميشن اللي موجود في المنطقه ديت. احنا بنتكلم في ايه يا دكتوره؟ مايل اللي هي في حاله احنا بنتكلم في الاندكشن صح كده. طب افرض يا دكتور الحاجات ديت ما جابش نتيجه ممكن نلجا الى البريدنيزولون او البريدنيزون بالتركيز عالي اللي هو 60 مللي جرام. احنا بنتكلم في الايه في الاندكشن تمام كده. طب لو الحاجات دي ما جابتش نتيجه خش على الميثوتريكسيت ماشي مظبوط بس الميثوتريكسيت قال لك لا يفضل استعماله مطلقا اصلا رير رير قوي تمام كده. بس هو اختيار موفق صح. دكتوره فكرت وقالت لي الميثوتريكسيت بس الميثوتريكسيت مش هيستضاف في الاندكشن. مش احنا قلنا الستة ميركابتوبيورين والازاثيوبرين والميثوتريكسيت بتشتغل بعد 3 الى 15 شهر عشان كده لا يفضل في الاندكشن. انا بتكلم في الاندكشن. اندكشن في الكرونز ديزيز مايلد مودريت اول حاجه فكرت فيها اورال ميثلامين. تاني حاجه قلت لك لو ما جابش البادزونايت لو المنطقه عندك في الاليوم او في الاسندنج كول صح. لو ما جابوش دولت معاك نتيجه يا دكتور ابدا فكر في الايه في البريدنيزون 60 ملي جرام. طب الحاجات ديت ما جابش نتيجه يا دكتور نبدا نفكر في الحاجات بتاعه الاندكشن الانفليكسيماب او الادالي او السيرتو. ما الحاجات دي كلها بتستخدم في الاثنين صح ولا لا؟ او السيرتو وممكن نضيف عليهم النتازه كمان. ما النتازه برضو للكرونز ديزيز بس النتازه ده خطير جدا صح كده. طيب يا دكتور كده لغايه ده في الاندكشن. طب نيجي في المينتيننس يا دكتور. في المينتيننس دايما بنفكر في موضوع الكومبينيشن في الكرونز ديزيز من اول مره انا اللي دماغي ساحت خلينا بقى الاسبوع الجاي نكمل الجلسه. احنا النهارده محدش ماشي النهارده ولا نقابه ولا غير نقابه انسوا الموضوع ده. طب اسيب لك الكاميرا عايز حاجه يا محمد اللدينه دي يا حاج محمد طبعا لا وقف طبعا يا جماعه خلصت. طيب يبقى احنا قلنا ايه؟ احنا بنتكلم على المايلد مودريت. اول حاجه قلنا ايه في الاندكشن. الاندكشن اللي هو هناخد الميثلامين اورا البادزونايت او البريدنيزولون تمام كده. قال لك ممكن يكون في عندك انفيكشن ممكن تستخدم الميترونيدازول والسيبروفلوكساسين كومباينيشن او واحد لوحده. ده كله يا جماعه احنا بنتكلم في الاندكشن. طب في المينتيننس يا دكتور قال لك في الحاله ديت يا دكتور هتمشي مينتيننس ممكن تجرب الميثلامين اورا ما جابش نتيجة اعمل كومباينيشن ما بينه وما بين في المينتيننس. المينتيننس يا جماعة اول حاجة هنفكر فيها الميثلامين مع الميركابتو او الازاثيوبرين. يا جماعة مش احنا يا جماعة افضلية الادوية كالآتي
المثل مجموعه الخمسه امينو ساليسيليت تمام كده ديت مفضله عندي. لو ما جابتش معايا نتيجه ببدا اخش للجروب الثاني اللي هي السته من كابتوبيورين او الاذا ثايوبرين. ما جابتش نتيجه ببدا اخش في الجروب الثالث اللي هي التي ان اف الفا انتاجونست. مش احنا الترتيب ده يا جماعه. فانا بقول لك اندكشن هندور على الادويه اللي بتستخدم في الاندكشن. مايلد مودريت من الكرونز ديزيز اول حاجه بستخدمها يا دكتور اللي هي الاورال الميثلامين. قلنا ده ممكن يكون النتيجه بتاعته مينيمال يا جماعه تمام كده. فممكن لو هو المنطقه عندي في الاليوم او في الاسيلين كون على طول بنستخدم البنزونايت. لو ما جابتش نتيجه بنستخدم البريدنيزولون. ده كله احنا بنتكلم على الاندكشن. طب ما جابش نتيجه بنخش على ادويه بتستخدم في الاندكشن. هل الازا ثايوبرين والسته من كابتو بتستخدم في الاندكشن؟ اقول له لا. عمال هنستخدم ايه؟ الانفليكسي او الادالي او السيرتو. وقلنا النتازه ممكن يجي ما فيش عندي فيه مشكله ولكن الاثار الجانبيه بتاعته خطيره تمام كده ولكن يستخدم. طيب في المينتيننس يا دكتور قلنا في ممكن تدي الميثونازول سيرو زي ما قلنا. طيب في المينتيننس يا دكتور بتستخدم الاورال من الميثلامين وتعمل معاكم باينيشن مع الازا ثايوبرين او السته من كابتو. ما جابوش نتيجه يا دكتور شيلهم وحط الايه الانفليكسيمان. طب الانفليكسيمان مش جايب نتيجه يا دكتور ممكن تضيف معاه الازا ثايوبرين الاثنين مع بعض. هاي ما ظهرش الكلام ده في الارثريتيك كولايتس بدا يظهر في الكرونز ديزيز لخطوره الامر اصل احنا ماشي بالترتيب اهو تمام كده. طيب رقم 2 يا دكتور اللي هو مودريت تو سيفير من الكرونز ديزيز اول حاجه بفكر فيها اندكشن مينتيننس زي ما اتعلمنا. اندكشن يا دكتور هتبدا هنا ما ينفعش هنا نبدا بالميثلامين ده اساسا في المايلد مودريت كان نتيجته ضعيفه قوي. هنا تبدا على طول بالاورال كورتيكوسترويد اللي هو البريدنيزون 60 ملغ لغايه كده الامور كويسه جاب لي نتيجه اهلا.